بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلابي الأعزاء، طلاب قسم هندسة الإنتاج والمعادن المرحلة الرابعة، فرع هندسة الإنتاج وفرع هندسة المعادن. طبعا محاضرتنا اليوم راح تكون عبارة عن الجزء الثاني لمحاضرة تحليل العملية Process Analysis اللي أخذناها بالقسم في حينها بالصف. تذكرون محاضرة تحليل العملية اللي كانت تتناول 6 خطوات اللي تمثل خطوات أو إجراءات تحليل العملية. راح أذكركم بالخطوات، بس أريد أذكركم أنه إحنا بوقتها وقفنا عند موضوع تحليل باريتو أو المخططات المستخدمة في تحليل العملية. طبعا بالبداية لازم نتذكر تعريف تحليل العملية. تحليل العملية هو عملية التوثيق والفهم التفصيلي للكيفية التي تؤدى بها العملية أو الكيفية التي يتم من خلالها إعادة تصميم العملية. هذا التعريف موجود أمامكم. Process analysis is the documentation and detailed understanding of how work is performed and how it can be redesigned. لتلاحظون من هذا الفيجر عندنا 6 خطوات لتحليل العملية. الخطوة الأولى Identify Opportunity، المقصود بها تحديد الفرصة. مثل ما واضح من التعريف انه احنا لما راح نجي نحلل العمليه، عمليه يعني هذا الاجراء او عمليه التحليل راح توصلنا بالنهايه لاتخاذ قرار، يا اما انه نعيد تصميم العمليه بالكامل او نعيد تصميم جزء من العمليه، او احيانا التحليل يترتب عليه انه العمليه دا تمشي بيرفكتلي وماكو داعي لاعاده تصميم اي جزء من عندها. بس ناخذ بالحسبان انه احتمال يصير اعاده تصميم لجزء أو كامل العملية. بهالحالة معناته لازم نحدد إحنا الفرصة أو الفرص المتاحة أمامنا حتى نشوف وين راح يصير بالضبط إجراء إعادة التصميم، وشنو الموارد المتاحة وشنو الإمكانيات المتاحة والمتوفرة سواء داخل المصنع أو الشركة أو خارج المؤسسة أو الشركة أو المصنع حتى تقدر تستثمرها الشركة لإعادة التصميم. بعد أن تحدد الفرص يجب أن يتم تعريف المجال Define Scope. تعريف المجال يعني راح نيجي نذكر في أي جزء من العملية راح يتم التحليل واتخاذ قرار إعادة التصميم، على أي جزء من العملية، على عمليات استلام المواد الأولية، لو على العمليات الإنتاجية وإجراءاتها والبروسيسز والستيبس اللي تصير خلال معالجة المواد، أو على إجراءات السيطرة والنوعية والفحص والتفتيش والقياس، لو على إجراءات مثل الباكيجينج، لو على إجراءات النقل، لو على المناولة الداخلية الهاندلينج، لو في جانب التخطيط يعني تخطيط العملية أو تخطيط المنتوج أو تصميم المنتوج، أو مثلا في إجراءات تسليم المواد إلى الزبون أو نقل المواد إلى المخازن. يجوز الخلل يطلع عندنا بالإجراءات المخزنية، طريقة الحفظ، إجراءات الحفظ، إجراءات السلامة، يجوز كلها بيها خلل. إذا راح نجي نحدد من خلال التحليل، راح نجي نشوف أكثر شيء المعيبات وين راح تكون ظاهرة في أي جزء من العملية حتى نقدر نقرر إنه هذا الجزء اللي هو راح يشمله التصميم أو إعادة التصميم. بعدها راح تبدي عملية توثيق العملية Document Process اللي هنا راح نستخدم بها مخططات معينة. راح أشوفكم مخطط باريتو وعظم السمكة أو يسموه السبب والنتيجة اللي هو Fish Bone Diagram. وبعد الخطوة الثالثة اللي هي Document Process راح يبدي عندنا تقييم الأداء Evaluate Performance، تقييم الأداء اللي من خلاله إحنا راح نيجي نقيم أداء العملية من خلال قياسات معينة، قراءات تؤخذ من العملية، عينات تسحب وتفحص بأقسام السيطرة النوعية، مراقبة مباشرة، ملاحظة مباشرة من قبل المشرف، وغيرها من إجراءات تقييم الأداء، معايير، مقاييس، مؤشرات، مؤشر كفاءة، مؤشر فاعلية، مؤشر إنتاجية، مؤشر زمن الإنتاج المستغرق، مثل ما شفتوا بالمحاضرة السابقة اللي أخذتوها على الـ sequencing and scheduling. شفنا أنه ده نحسب إحنا الفلو تايم اللي هو إجمالي وقت التدفق، يعني حتى هذا أيضا يعتبر من المؤشرات اللي إحنا على أساسها راح نيجي نقيس ليش هذه العملية طلع بيها إجمالي الوقت اللازم للإنتاج مرتفع، وهكذا من مؤشرات أخرى من خلال نقدر نقرر وين دي يصير عندنا الخلل. تبدي الخطوة اللي بعدها الخطوة الخامسة Redesign Process. هنا راح يبدون يتخذون قرار إعادة تصميم
العملية. طبعا هاي العملية نقصد بها الطريقة الإجرائية البروسيس مو الأوبريشن كلها، وأني سبق وأن وضحت لكم الفرق بين الأوبريشن وبين البروسيس. إذا راح تبدي عملية إعادة التصميم في هذه المرحلة بعد أن نوثق العملية وبعد أن نحلل البيانات اللي ترتبت جراء هذا التوثيق وقيمنا أداء العملية، إذا راح نقرر أنه نعيد تصميم الأجزاء من العملية اللي تتطلب إعادة. أي سيستم، أي بروسيس، أي إجراء، أي عملية، أي نشاط بعد أن نعيد تصميمه أو يصبح جاهز، يصبح مصمم وجاهز، يجب أن يطبق ويجب أن ينفذ. إذا راح تبدي عندنا الخطوة السادسة والأخيرة اللي هي implement change، تطبيق التغييرات، implement changes. إذا راح نجي نطبق أو ننفذ التغييرات اللي حصلنا عليها من الخطوة رقم 5، ونبدي مرتلخ بعد فترة نعيد نفس إجراءاتنا. فتلاحظون أنه هذه الستيبس عبارة عن لوب، فكل ما نكمل إعادة تصميم عملية أو جزء من عملية وننفذ التغيير اللي أجريناه، راح نرجع أيضا بعد فترة نشوف جدوى هذا التصميم الجديد. فنرجع مرة ثانية راح نعرف الفرصة ونعرف المجال ونحلل العملية ونقيم الأداء ونجري إعادة تصميم إذا طلب الأمر، وننفذ التطبيق الجديد أو التغيير الجديد، وأيضا نرجع كعملية مستمرة غير متوقفة، واللي هو طبعا الغاية من عندي أن يكون دائما إحنا عندنا continuous improvement، تحسين مستمر على أي مفصل من مفاصل العملية الإنتاجية. هذا كان بالنسبة لخطوات تحليل العملية اللي أنتوا أخذتوها بالمحاضرة داخل القاعة، وجاوبتوا على الأسئلة، أغلبكم جاوب على السؤال المطروح ضمن الصف الإلكتروني على هذا السؤال. طبعا مثل ما ذكرت لكم انه حتى نجي نحلل العملية ونوثقها راح نحتاج بعض المخططات لهذا الغرض. فالبروسيس تشارتس، مخططات العملية، هي اي طريقة، يعني اي طريقة او وسيلة منظمة للتوثيق. شنو نوثق؟ نوثق جميع الانشطة والفعاليات اللي تم ادائها فعلا من قبل شخص، يعني فرد عامل أو مجموعة أفراد عاملين في محطة عمل معينة، أو تم إجراء هذه الأنشطة مع زبون أو لمعالجة مواد معينة. خمس أصناف لمخططات العملية. أكو عندنا الصنف الأول أو النوع الأول اللي هو operations that change, create or add something. طبعا العمليات اللي تتطلب تغيير، يا اما احنا راح نجي نضيف جزء جديد الى هذه العملية، او نخلق فد يعني نشاط او فد اكتيفيتي جديد. النوع الثاني transportation، طبعا النقل. النوع الثاني راح يتطلب اعتماد مخططات معينة راح تكون على عمليات النقل. مثل ما قلت لكم احنا لما راح نجي نحلل العملية ونشوف انه تحتاج اعادة تصميم، احنا حددنا المجال. هذا المجال مثل ما قلت لكم على استلام المواد الاولية، لو على المناولة، النقل، البروسيسز نفسها، الاوبريشنز اللي بتتم داخل العملية، تسليم لزبون وهكذا، او سيطرة نوعية او الخزن او غيرها. اذا خمس اصناف. الاول كان العمليات اللي تتم وشوف ايش راح تتطلب من إضافة أو تحديث. النوع الثاني هو عمليات النقل أو إجراءات النقل، يعني أي إجراء نقل، نقل مواد أولية، نقل عمال داخل المصنع، فنشوف إجراءاتنا إحنا بالنقل شلونها، مناسبة لو غير مناسبة. النوع الثالث من البروسيسز اللي يتطلب ريديزاين، الانسبكشن اللي هو الفحص، يعني ربما إجراءاته وعمليات الفحص والتفتيش والسيطرة النوعية وغيرها والمطابقة مع المواصفات، يجوز هذه كلها تتطلب إعادة نظر. الديلايز، التأخير، يعني أي idle time دا يظهر عندنا. يعني شنو؟ يعني ربما أكو بعض العمليات، هسه إحنا راح نشوف هذا في محاضرات لاحقة إن شاء الله، يعني أكو بعض العمليات يصير بيها وقت عاطل. هذا الوقت العاطل غير مستثمر بما يخدم أو يضيف قيمة للعملية الإنتاجية، هذا كلنا نسميه delays، اللي هو العطلات اللي ممكن أن تحدث أو التأخيرات اللي ممكن أن تحدث. إذا نيجي نشوف نقيس وين دا يصير تأخير. يجوز التأخير دا يصير باستلام المادة الأولية،
يجوز اكو ماكينه دا يصير عليها لودينج، وماكينه اخرى دا تبقى منتظره عاطله عن العمل تنتظر البارتس توصلها من الماكينه اللي عليها لودينج وهكذا. الستورج اللي هو اجراءات الخزن او عمليات الخزن، فتدرس عمليات الخزن والاجراءات المخزنيه سليمه لو غير سليمه، يجوز هي تتسبب بظهور معيبات. تذكرون هذا المخطط اللي اخذناه، هذا المخطط اللي هو نسميه بروسيس شارت، مخطط العمليه، اتذكر شرحت لكم اياه فراح اشرح لكم اياه هسه على السريع. مخطط شارت اللي هو دا ياخذ لنا مثال بالدخول او الخضوع لاجراء معين في غرفه طوارئ او في صاله طوارئ emergency room في مستشفى معينه او في مركز صحي او مستوصف. تتذكرون لما جينا اخذنا او شرحنا هذه الفيجرز الاشكال، قلنا كل شكل راح يشير الى اجراء معين بالعمليه. الدائره تشير الى الاوبريشن العمليه، السهم يشير الى النقل ترانسبورت. هذه الاصناف الخمس اللي هسه شرحناها. المربع يشير الى الانسبكت الفحص، والنصف دائرة يشير إلى التأخير، يشير إلى التأخير، شوفوا حتى هو شكله يشبه حرف الدي فحتى لا تنسوه، يشير إلى التأخير. وعدنا المثلث المقلوب يشير إلى الخزن. إذا إحنا هسه ما نجي كل مرة نكتب operation transport inspect، أو ربما نحتاج إنه هذه العملية نرسمها على شكل مخطط flow chart، فلازم نعرف كل إجراء من هذه الإجراءات شلون نعبر عنه برسم. اللي راح يجيكم انتو السؤال اللي راح يجيكم، راح يجيكم مثلا هنا ها طبعا الخلاصة هذه انتو، هذا الجزء من السؤال انتو تحلوه السماري الخلاصة. اسم العملية هو emergency room admission، والسبجكت اللي هو الموضوع اللي هو an ankle injury patient، اللي هو مريض متعرض الى اصابة يعني جرح، متعرض الى جرح فيجي يدخل الى غرفة الطوارئ. والبيجنينج والاندينج منين راح يبدي وين ينتهي، فالبيجنينج انتر ايمرجنسي روم راح يكون البيجنينج مالته بالدخول الى صالة العمليات، والاندينج هو مغادرة المستشفى بالكامل، عفوا صالة الطوارئ، والاندينج هو مغادرة المستشفى بالكامل. العمود الاول ستيب نمبر رقم الخطوة، شوفوا هنا هذا المثال نعطينا 19 خطوة، من خطوة رقم 1 إلى خطوة رقم 19. time in minutes الوقت المستغرق بالدقائق في كل خطوة يقضيها من دخوله إلى خروجه من المستشفى، مكتوبة هنا أنا بهذا الشكل، هذا راح يكون بالنسبة لكم given بالمثال أو بالسؤال. العمود الثالث distance مقاسة in feet بالقدم، راح تكون المسافة distance. تذكرون حكينا قلنا كل ستيب اكو يمها طالع هنا بهذا العمود رقم، اذا هذه شنو راح يكون نوعها من هاي الانواع الثلاثة؟ ما دام اكو مسافة اذا راح تكون ضمن اي صنف من هاي الاصناف؟ راح تكون ضمن صنف النقل الترانسبورت. فملاحظ انه الستيب الاولى بيها فيتس دا يقطعها المريض، الستيب الثانية ما بيها اذا هي مو نقل، الستيب الثالثة بها 40 فيت إذا هذه راح تكون نقل، وهكذا. الأعمدة البقية اللي هي 4 5 6 7 8، أو بعبارة أخرى الأعمدة الخمسة بالوسط هذه أنتوا راح تأشروها، منين راح تعرفون وين راح تأشرون؟ بس لاحظوا إنه فوق إحنا نخلي الرموز هذه نفسها، فخلينا هنا رمز الدائرة يعني شكو أوبريشن، هنا راح أخليها وأحط عليها إكس حتى أقول إنه هذه العملية أو هذه الخطوة هي أوبريشن. الثاني العمود الثاني اللي بعده هو اخذ سهم الترانسبورت، والثالث اخذ سهم الفحص، والرابع اخذ سهم التاخير او الانتظار، والاخير اخذ رمز الستور الخزن. منين راح نعرف كل ستيب من هذه الخطوات اللي راح يعطيناها بالسؤال احنا وين راح نخليها؟ اكيد راح نحتاج انه يعطينا وصف للخطوات اللي هو ستيب ديسكريبشن، فراح يعطينا هذا الحقل الاخير اللي هو وصف لكل خطوه. راح يجي احنا شنو قلنا؟ قلنا الحاله مالتنا هي مريض متعرض الى جرح، يعني الاصابه مالته عباره عن جرح، واجا دخل الى مستشفى ثم توجه نحو صاله الطوارئ. اذا هنا ايش صار عندنا؟ الستيب الاول انتر ايمرجنسي روم ابروتش بيشنت ويندو،
إذن من هو المريض دخل إلى غرفة الطوارئ أو سات الطوارئ وإجا هنا يعني إجا راجع، إحنا نسميها راجع أو يوقف على شباك المراجعة، يعني شلون الاستعلامات شباك مراجعة المرضى، يعني شلون شباك التذاكر الاستعلامات لما ندخل مستشفى أول ما نروح للاستعلامات حتى مثلا ندوس باص أو غيرها. الخطوة الثانية sit down and fill out patient history. قعد هو ورا ما راح راجع ووقف على شباك معين وحكى ويا الموظف المسؤول، وجهوه انه يروح يقعد وانطوه اوراق. ده لاحظ مو بس sit down، يعني مو بس راح قعد وانتهى وقت عاطل ما الى اي فائدة، لا، هذا الوقت استثمره او المستشفى عرفت شلون تستثمره، انه هذا الوقت تخليه يملي patient history، راح يملي يعني الفد فورما من خلالها يطلعون على التاريخ الصحي للمريض، نسميه patient history. يسألوا عمرك، حالتك مثلا الاجتماعية، كم عملية انت مسوي بحياتك، عندك امراض مزمنة لو لا، وهكذا من هيش الاسئلة اللي هي عبارة عن تاريخ المريض الصحي. اذا هذه شو تمثل لي؟ ما دام شوفوا، ما دام ماكو هنا أنا رقم الخطوة الثانية، معناته هذه العملية مو نقل. الأولى هو دخل مشى، فات ومشى ودخل ووقف على الشباك، إذا هي نقل، فصار بها 15 فيت وإلها زمن. الثانية ما دام ماكو هنا رقم، هذه نعتبرها مثل الحيلة، نعطينا إياها السؤال على مود إحنا نعرف. الثانية ما دام ماكو هنا رقم، إذا هي مو عملية نقل. إذا لازم نعرف هذه شنو معناته، هل هي ديلي تأخير؟ قعد بدون أن يقوم بأي إجراء؟ لا، لو بس قاعد منتظر دورة كان اعتبرناها ديليبس، بس بما أنه خضع إلى إجراء معين قاعد يملي البيشنت هيستوري، إذن صارت أوبريشن. الثالثة نيرس إسكورت بيشنت تو إي آر تريج روم. إجت الممرضة أخذت المريض إلى غرفة الفحص الأولي، إذن أخذته وراحوا. إذن هذه العملية شنو تعتبر؟ تعتبر عملية نقل ترانسبورت. وشوفوا أيضا بيأكد لنا إنه هنا أكو عندنا رقم تحت الديستانس. الرابعة nurse inspects injury. إجتي الممرضة فحصت الجرح، إذن هو خضع لفحص هنا، فنقدر نحطها تحت العمود اللي أخذ رمز المربع اللي هو inspect. وهكذا بعدين صار بالمريض return to waiting room، مشى راح، مشى دا يمشي وين حتى يروح؟ دا يروح الى الويتنج روم، الى غرفة الانتظار. ما قال انه وقعد فترة من الزمن دا ينتظر دورة او هيش كلام، لو قايل هذا الكلام كان عرفنا انه هي عبارة عن delay. بما انه هو دا يمشي جزء دا يقطع ممر معين او مسافة معينة، وقلناهم راح نتأكد انه اكو هنا رقم 40 فيت، اذا هذه الخطوة اخليها تحت ترانسبورت. حتى نكمل الجدول مالتنا، اجى بعدها wait for available bed. اذا هنا ايش سوى المريض؟ ظل ينتظر، قال له انت تحتاج سرير، فبقى ينتظر الى ان يفرغ سرير حتى يستلم السرير ويروح يخضع للفحص النهائي. اذا هذه عبارة عن عملية تأخير delay، فأشرنا المؤشر هنا تحت delay. وهكذا go to ER bed، بعدين راح الى استلم السرير اللي خصصوا له، اذا هي عملية نقل. wait for doctor، بقى ينتظر الطبيب الى ان اجى الطبيب، يجوز ساعة اكثر ساعتين، يجوز عنده عمليات، اذا كلها عبارة عن عملية تأخير ما لأي داعي، فهنا راح يكون عندي تحت عمود delay. بعدين الطبيب فحص الجرح وبدأ يوجه أسئلة للمريض، إذا هذه عملية فحص. بعدها الممرضة أخذت المريض إلى الراديولوجي، إلى غرفة الأشعة، إذا دا تأخذ دا تنقله، فالعملية هي عبارة عن ترانسبورت. وهكذا فتكملون هنا إجا خضع، هنا خضع للأشعة الإكس راي، إذا عملية. وهكذا فأنتوا تجون تشرح تقرون كل وصف من هذه الفقرات الموجودة أو العبارات الموجودة هنا، كل وحدة نقرأ وصفها ايش تعني. تعني هو يخضع لعملية، لو دا ينتظر، بهذا الانتظار سوى فتشي نافع لو لا، لو مجرد انتظار ما إلى داعي، لو دا يخضع للفحص، لو
دا يمشي دا ينقل مسافة معينة أو دا ينتقل من مكان لآخر وهكذا. طبعا هيش نوع من البروسيسز ما بيها خزن، يعني بل هو مريض احنا ما راح ياخذونه يخزنونه في مكان معين، لا احنا دا نخضع يا اما لفحص او انتظار او راح نمشي للنقل او راح نخضع لاجراء معين نقوم به. اذا ماكو خزن في هذا المثال. مثال اخر يجوز ينطيكم عن عمليات انتاجية تتم بمصنع، اكيد اكو خزن مواد اولية، خزن انتاج نصف مصنع، او خزن فاينل برودكت. هنا لما راح نيجي نكمل هذا المثال، طبعا احنا ماخذي بس بالإعادة إفادة، أتذكر بالأيام الأخيرة شوية ما كان أكو طلاب. هنا راح نيجي نحسب التوتال، حتى التوتال الخلاصة مال هذا كله راح نيجي نحطه في هذا الجزء من الجدول. إذا أول وحدة الأوبريشن، نيجي نشوف كم وحدة، كم إكس تحت عمود الأوبريشن، كم عملية تأشرت عندنا تحت الأوبريشن. 1 2 3 4 5، خمس عمليات operation. إذا حطينا رقم 5، زين مش قد إجمالي الزمن اللي استغرقناه بالoperations؟ أول وحدة هذه كانت مش قد الزمن مالتها؟ 10. ثاني operation كانت هذه اللي تسلسلها 11، مش قد الزمن؟ 3. مش قد صار؟ صار 13. ثالث وحدة تسلسلها 14، مش قد كان الزمن مالتها؟ 2. قلنا 10 و3 13 و2 و15. الرابعة الزمن المستغرق 4، إذا 19. والخامسة الزمن المستغرق 4 أيضا، إذا 19 و4 23 منت استغرقت عمليات الأوبريشن كلها. عندنا ديستانس بيها؟ لا ما عندنا ديستانس بيها، أنا راح نتركها فارغ. راح نجي إلى الكاتيجوري الثاني ترانسبورت النقل، ونحط الرمز كم عملية نقل صارت عندنا تحت هذا العمود. نحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عمليات نقل هنا صارت عندنا. مش قد إجمالي الزمن المستغرق لعمليات النقل؟ نجي كل وحدة من هاي العمليات ناخذ الزمن، انتبهوا الزمن وليس الديستانس. أول وحدة اللي هي كانت الخطوة رقم 1، مش قد الزمن المستغرق بها؟ نصف دقيقة. ثاني وحدة 0.75، إذا صار دقيقة وربع. ثالث وحدة أيضا 0.75، صارت دقيقتين. وهكذا أجمع إجمالي الأزمنة المستغرقة فقط الستيبس اللي صارت تحت عمود ترانسبورت، وخلي التوتال مالته بهذا المكان، طلع عندي 11 دقيقة. زين إيش قد المسافة المقطوعة؟ 815 فيت. أكيد راح يكون هو نفسه حاصل جمع هذه الأرقام. وهم أنا أرجع أشيك عندي هنا ترانسبورت 15، وترانسبورت هذه اللخة 40 صار 55، عندي هنا ترانسبورت 40 صار 95، وهكذا أجمع هالأرقام راح يطلع عندي 815 فيت، وحطها هنا بهذا الرقم. وهكذا نحسب الخلاصة لباقي العمليات. الفحص كم عملية فحص صار عندنا؟ 1 2 فقط. شقد إجمالي الزمن؟ هذه الستيب الرابعة 3 دقائق، والستيب التاسعة 5 دقائق، إلى الإجمالي 9 دقائق. هما كاتبيه هنا 8، أو جزء أنا غلط خليها أعيد، 3 و5 8، نعم 3 و5 8. أكو ديستانس؟ لا ماكو ديستانس. نيجي ناخذ العملية البعد اللي هي ديلي، كم عملية طلعت عندنا هنا تحت عمود الديلي؟ 1 2 3. أجي أحسب التوتال تايم مالتها، العملية رقم أو الخطوة رقم 6 دقيقة واحدة، والخطوة رقم 8 4 دقائق هاي صار 5، والخطوة رقم 13 3 دقائق، إذا صار المجموع 8 دقائق. هذه كلها ما بيها ديستانس. الأخيرة الستور طلع ولا وحدة عندي للستور. حتى أتأكد نرجع نيجي هسه إحنا هذا شقد مجموع الخطوات؟ مجموع الستيبس 19. أجي لازم هنا أجمع هذه الأرقام، لازم تطلع عندي نفس الرقم اللي هو عدد الخطوات 19، فخمسة وتسعة واثنين وثلاثة يطلع عندنا 19. هذا الشيء ينطينا مؤشر، راح يجي المخطط أو راح يجي المشرف أو راح يجي المدير، راح يجي يشوف وين أكثر شيء طلع عنده تأخير، أو وين أكثر شيء طلع عنده زمن مستغرق. يا عملية منهم راح يقول له أكثر عملية طلعت استغرقت عندك وقت، لما راح يجي المريض متعرض لإصابة ويجوز حالته خطرة، عمليات المعالجة اللي يخضع لها المريض طولت 23 دقيقة، كلش هواية. أحيانا هذه 23 دقيقة تودي بحياة الشخص.
اللي بعدها منه نقل، قال له انت بس نقل يتنقل من غرفه لغرفه ومن الصاله لصاله ومن انتظار الى شباك الى غرفه اشعه 11 دقيقه هو يتنقل رايح جاي المريض. اذا انتم لازم تراجعون عملياتكم وتشوفون شنو الخلل عندكم هنا. يعني مثلا حتى اعيد تصميم عمليه النقل شو نسوي بهالحاله؟ طبعا هي مستشفى، مو بنصير نفلش ونبني غير مستشفى، وانما ممكن انه نبدل باماكن الغرف. مثلا غرفه الاشعه اخليها قريبه على ردهه الكسور على سبيل المثال، ليش اخليها بعيده؟ اخلي المريض اللي جاي متعرض الى كسر يقطع مسافه طويله الى ان يوصل لغرفه الاشعه. المختبر اخليه قريب على غرفه الطوارئ مثلا، الصيدليه ايضا قريبه على الطوارئ، غرفه الفحص او غرفه الطبيب، غرف الاطباء مثلا ما اقول له روح اصعد الطابق الثالث على الطبيب، لا، اطباء الطوارئ يكونون قريبين من صاله الطوارئ وهكذا. شلون اعيد تصميم العمليه على مود اقلص ل 23 دقيقه اللي استغرقت بالبدايه ل 23 مثل ما قلنا هوايه وقد تودي بحياه المريض. هنا نحتاج انه نقلص بعض العمليات. يعني ايش دعوه المريض ايش دعوه قعد 10 دقائق يملي الابلكيشن فورم او البيشنت هيستوري؟ خلي اقلل من عدد الاسئله الموجوده، الاسئله غير الضروريه اشيلها من الابلكيشن فورم، او اساعده اساله بدل ما هو يكتب. يجوز رجل كبير بالسن وما يعرف يكتب او بطيء بالكتابه، فابدي اني اساعده، يبدي مثلا موظف مختص او الممرض يساعده يساله ايش قد عمرك، كم عمليه مسوي، شنو امراضك المزمنه، شنو عندك ادويه حساسيه وهكذا. القصد انه كله على مود نعيد بعض الاجراءات حتى بالنهايه لما راح نعيد تصميم العمليه ونقيسها مره ثانيه نشوف انه هذه الارقام اللي طلعت عندنا عاليه راح تقل وتخفض. هذا نسميه تحليل العمليه حتى نعيد تصميم العمليه. اكو مخططات اخرى تخدمنا بتحليل العمليه. احيانا نستخدم قوائم فحص تشيك ليست، قائمة الفحص مجموعة أسئلة توجه إلى فئة معينة أو إلى أفراد أو شخص أو مجموعة أفراد. هذه تتضمن معلومات الإجابة عليها تكون يا أما يس أو نو، أتفق لا أتفق، أتفق بشدة، أتفق إلى حد ما، لا أتفق بشدة، لا أتفق إلى حد ما وهكذا، محايد وهكذا. فعبارة عن قوائم فحص، واحيانا اللي يجاوب على تشيك ليست هو الشخص اللي يقوم بالفحص نفسه. مثلا اروح اني افحص مصنع، احط مجموعه اسئله عندي بقوائم، اخلي عليها يس ونو، اجي اروح اشيك عندهم اجراءات سلامه احط يس، عندهم طفايات حريق لا ما عندهم احط نو وهكذا. فاغلب الاحيان التشيك ليست يجاوب عليها نفس الشخص اللي يقوم باجراء الفحص. الهيستوغرام، الهيستوغرامات اللي هي المخططات اللي راح ناخذها ونرسمها على شكل سكيلات ومنحنيات وكيرفات، اللي كلها راح تبين لي شلون تصير، يعني شلون تظهر البيانات، عبارة عن مخططات إحصائية حتى نقدر نلاحظ من عندها مؤشرات معينة. البار تشارت اللي هي مخططات القضبان يسموها، هذه عبارة عن مجموعة أعمدة أو قضبان راح توضح لي أيضا تكرارات معينة على مود من عندها أقدر أعرف ايش قد متكرر لكل اوبريشن او لكل اجراء او لكل سؤال، ايش قد عدد التكرارات اللي ظهرت. الباريتو تشارت عباره عن مخطط راح يستعرض لي مؤشرين، يستعرض لي منحنى وبار تشارت. هسه راح نشوفه احنا الباريتو تشارت. المثال اللي راح ناخذه راح يكون على يعني يحل باستخدام البار تشارت. راح أعطيكم مثال واحد زائدا هوم وورك واحد أنتوا تحلوا. هذا المثال على شركة صناعة منظف سائل أو مزيل، يعني مزيل للبقع، يعني الفانيشينج كريم، كريم إزالة البقع، نفس اللي إحنا ربما نستخدمه هذا الفانيش. إذن بيسوون تحليل لعملية إنتاج الفانيشينج كريم. طبعا هذا مختصر عن البروبلم. Vera Johnson and Maris Williams manufacture vanishing cream. هذول الاثنين مشتركين دا يصنعون كريم إزالة البقع. Their packaging process has four steps. جوي شافوا انه عملية التعبئة مالتهم بيها مشاكل، دائما تطلع عندهم مشاكل بعملية التعبئة.
هم يجوز دي يصنعوه بورشة صغيرة عندهم، عبارة عن كريم بمواد معينة يصنع بأوعية كبيرة، بعدين يجون يعبوه بعبوات صغار ويسدوها بأغطية ويحطوا لها ليبلات ويشحنوها أو يروحون يوزعوها على الهول سيلرز أو الريتيلرز اللي هم تجار جملة أو تجار المفرد. لاحظوا أنه عملية الباكيجينج إذا تظهر بها مشاكل، عملية الباكيجينج بها 4 خطوات. الخطوة الأولى هي الميكس والفيل، الخطوة الثانية الفيل، والخطوة الثالثة الكاب، والخطوة الرابعة الليبل. فبعدين they have had the reported defects analyzed. حصلوا على تحليل لتقرير انطاهم عدد المعيبات الموجودة في كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة. Which shows the following اللي معروضة لنا بالآتي. إذا نشوف هذا الجدول، عندنا العمود الأول الديفكت وصف نوع الخلل أو نوع المعيب، والعمود الثاني التكرار الفريكونسي. خلينا نقراها واحد واحد. أول واحد الديفكت lumps of unmixed products، ده يصير عنده منتوج غير مخلوط بشكل جيد وبيه تكتلات. إيش قد الفريكونسي؟ 7. يعني هنا شنو هذا الفريكونسي؟ إجوا يسحبوا عينة، إيش قد حجمها هاي العينة؟ حجمها 60 عبوة. 60 عبوة يجوز فحص شامل، يجوز هو كل إنتاجه بهذا اليوم 60، أو يجوز مصنع 500 ألف، 120 180، وهكذا 200 250، بس سحب عينة عشوائية بشكل عشوائي 60 عبوة. إجا يشوف المعيبات اللي بيها، شاف 7 عبوات من هاي 60 بها تكتلات والمزيج يعني غير ممزوج بشكل جيد. 18 عبوة من العبوات 60 اللي سحبها بها يا أما overfilled أو underfilled jars، يعني العلب اللي يعبي بها الفانيشنج كريم يا أما معبئة بأكثر من اللازم أو أقل من اللازم. 18 وحدة. 6 عبوات أغطية العلب، يعني العلب اللي يخلي بها الفانيشنج كريم الأغطية مالتها غير مختومة، ما مضبوطة، ما مضبطة زين، بها يعني بها فتحة، يعني بها فرة. جار ليست ديد نوت سيل، غير مختومة بشكل جيد، ما ضابطيها زين، ما مقفولة زين. 29 علبة من 60 اللي سحبها الليبلز رامبلد اور ميسنج، الليبلات اللي ملزقيها على العبوة اللي تقرأ اسم المنتوج وغيرها والشركة المصنعة وهكذا، الليبل يا أما يكون متحرك شوية أو يعني مجعد أو مفقود ملازق أصلا. إذن لما اجى سحب عينة، عينات عشوائية، وشاف 7 من النوع الاول، 18 الثاني، ب6 ب29، هذه نسميها تكرارات. مجموع هاي التكرارات 60، اللي هو راح يكون ايضا ينطيني نفس حجم العينة بهذا النوع من الامثلة. المطلوب من عندنا انه نرسم خطط باريتو حتى نحدد المعيبات اللي تحتاج اعادة تصميم. نفس المثال هنا أنا خلالكم إياه على مود لا نرجع نضطر كل شوية نرجع ستيب إلى الوراء ونفتح الشريحة السابقة مرة ثانية. هسه شو راح نسوي بإجراءنا؟ حتى نرسم مخطط باريتو بموضوع تحليل العملية، أول شيء لازم نجي نرتب هذه المعيبات اللي ظهرت من خلال تكراراتها، يا أما تصاعدي أو تنازلي. هنا رتبنا إياها تنازلي، يعني يا هي أكثر خاصية بها أكبر عدد من المعيبات، اللي هي الأخيرة labels rumpled or missing. إيش قد طلعت عندي معيبات؟ 29، رتبها تنازلي. ثاني وحدة منه تجي الثانية اللي هي over or underfilled jars اللي حققت رقم 18. ثالث وحدة عندي أم 7 اللي هي lumps of unmixed products، والأخيرة اللي هي 6 jars did not seal. جارز ليدز ديد نوت سيل. اذا رتبنا اياها تنازلي. فحسابات على صفحه او تخلوها يعني ببالكم انه راح نبدي من رقم 29، بعدين ناخذ ال 18، بعدين ال 7، بعدين ال 6، نرتبها اما تصاعدي او تنازلي. رتبناها هنا تنازلي. اذا راح نجي هنا نحسب نسبه المعيبات للنوع الاول اللي اخذ اكبر عدد من التكرارات. انتبهوا وياي، نسبة المعيبات للنوع الأول اللي أخذ أكبر عدد من التكرارات، شو نسوي؟ نقسم الجزء على الكل. شقد طلع عندي التكرار مالته 29، أقسمه على شقد؟ على 60، وأضربه في 100 حتى أحسب النسبة، يطلع عندي 48.33%. أعيد، آخذ
الخاصية اللي ظهرت فيها أكبر عدد من المعيبات اللي هي 29، هذه تكرارات. أحسب نسبة المعيبات اللي هي عدد تكرارات الجزئي على عدد تكرارات الكلي، الجزء إلى الكل. ف29 إلى 60 في 100% يطلع 48.33%. زين، الثانية منو آخذ؟ أم ثاني أكبر عدد تكرارات لخاصية تم قياسها اللي هو 18. أيضا أحسب نسبة المعيبات لو عدد تكرارات الجزئي إلى عدد تكرارات كلي، جزء على كل 18 تقسيم 60 في 100% فينطيني 30%. زين، هسا أجي أحسب النسبة التراكمية. إذا أجمع 48.33 زائد 30 يطلع عندي 78.33%. أحسب النسبة التراكمية. نجي بعد هذا، ليش أحسبنا التراكمية؟ حتى الكيرف مالتي يطلع يبين واضح على مخطط باريتو. نجي ناخذ أم ثالث أكبر على التكرارات اللي هي 7، فنقسم الجزء على الكل 7 على 60 وينضرب في 100 انطاني 11.6. هذا ويا منو أجمعه؟ أجمعه ويا آخر رقم حسبته اللي هو 78.33، همينه تراكمي. 78.33 زائد 11.67 يطلع عندي 90%، هو 89 وكسور، فتقريبا 90%. إذا إيش قد المتبقي عن 100؟ بقى عندي واحد فقط، هذا الواحد هو 6 على 60 في 100 يطلع 10%. إذا 90 زائد 10 يساوي 100%. إذا إيش سوينا هنا؟ رتبناها تنازلي أو تصاعدي، فهنا بهذا المثال رتبناها تنازلي وجينا حسبنا نسبة المعيبات اللي هي عدد التكرارات على مجموع التكرارات في 100%، ونحسب نسبة المعيبات التراكمية. 48 زائد 30 انطاني 78 زائد 11 مال النوع الثالث اللي هو 7 تكرارات انطاني 90، واجمعها ويا هنا ما محسوبة بهذا المثال بس هي مبينة، اجمعها ويا 10% اللي هي مال 6 على 60 يطلع عندي 100%. هسه نيجي نرسم هذا الرسم. حتى نرسم راح نرسم محور افقي، محور افقي ومحورين عمودية، هذا الاول وهذا الثاني. المحور العمودي الاول اللي على اليسار راح اسميه frequency of defect، تكرارات المعيبات، والمحور العمودي اللي على اليمين راح اسميه cumulative percentage of defect، النسبة التراكمية للمعيبات اللي احنا حسبناها. زين، والمحور الافقي ما اخلي بيه ارقام وانما اخلي بيه اسماء الخاصيات او الخصائص اللي احنا قسناها اللي هي هذه اللامس، بنحط فد رموز او كلمات مختصره او تكتبوها كلها للخاصيه، لامس اوف انميكست برودكتس اوفر اور اندر فول جارز وهكذا. فنجي راح نكتبها هنا أنا. فاول واحد اللي اخذ 48 كان الليبلز بها مشكله، بعدين عندي اللي اخذ 18 كان الفيل بمشكله، بعدين الميكس بمشكله، وبعدين اخر واحد السيل كان بمشكله. زين، هسه كل واحده من هذول الليبل ايش قد كان التكرار مالته؟ الليبل كان التكرار مالته 29، والثاني بس حتى نتذكر الارقام لا كل شويه نرجع على الوراء. الليبل كان تكراره 29 وايش قد النسبه مالته؟ 48. الثاني كان تكراره 18 وايش قد النسبه مالته التراكميه؟ 78. والثالث تكراره 7 والنسبة التراكمية شقد؟ 90 التراكمية. والرابع النسبة مالته 6 والنسبة التراكمية، العفو التكرار مالته 6 والنسبة التراكمية 100%. بنرجع هسه نباوع، راح ندرج المحاور العمودية اليمين واليسار تدريجات تتناسب ويا الأرقام اللي عندنا. فاللي على اليسار التكرار راح درجة تدريجات تتناسب ويا التكرارات، عندي 6 7 18 29، إذن أحتاج فقط من رقم 4 إلى رقم 40 أو أقل. إحنا صعدنا ال 40 ليش؟ حتى من هنا يتساوى ويا ال 100 لهنا. يعني بعبارة أخرى أنا أحتاج أول مرة أدرج هذا النسب البيرسنتج 0 10 20 30 40 50 إلى ال 100. زين، لازم المسافة بين درجة ودرجة نفسها تكون متساوية من اليمين ونفسها على اليسار. إذا حتى هنا أدرج، شوفوا هنا العشرة إيش قد راح أحط هنا؟ ما أحط 1 2 3 4، معناته راح أحتاج أوصل إلى 29 أو 30. فخلي أرقام زوجية أو الستيب ماتي تكون 4 درجات، فخليها طبعا ترجع لكم 4 8 12 16 وهكذا.
نجي ناخذ اول واحد الليبل، ايش قد كان التكرار؟ التكرار مالته كان 29. اجي اباوع على المحور العمودي الايسر الفريكوينسي التكرار، وين ال 29 مكانه؟ مكانه هاي 28 فوقها بشويه 29. فاجي هنا أنا احط خط وارسم بار اللي هو هذا العمود، ارسمه هنا بهذا المقر، راح يعبر عن تكرارات المعيبات اللي تظهر عندي بالليبل. ثاني خاصيه الفيلينج كانت اللي هو قد يكون اكثر او اقل من القدر المرغوب. ايش قد التكرار مالته؟ التكرار مالته كان 18، ال 18 هنا يكون مكانها. اذا اجي ارسم، طبعا الرسم يكون دقيق جدا باستخدام المسطره، وارسم بار يعبر عن عدد تكرارات المعيبات اللي ظهرت بالتعبئه بالفيلينج. وهكذا التكتلات والمزيج غير المتجانس اللي كانت تكراراته 7. اجي اشوف 7 هنا جوله 8، فارسم هنا البار الخاص بالميكس، والاخير اللي هو كان تكراره 6، وارسم هنا الاغطيه الغير مختومه او غير مغلقه باحكام السير. رسمت اول مره التكرارات، فهذا نسميها بار تشارت. بار تشارت طلع لي كل عمود يعبر عن عدد التكرارات. هسه لكل خاصيه ارسم نسبه المعيبات. هناك رسمنا احنا تكرارات او عدد المعيبات، هسه ارسم نسبه المعيبات بالارقام الموجوده على المحور العمودي الايمن. الاولى ايش قد كانت النسبه مالتها الليبل؟ النسبه مالتها كانت 48%. فاجي اشوف ال 48 وين مكانها؟ عندي هذا 40 50 شويه جو ال 50. اذا اجي هنا احاول اسقط يطلع عندي مكان النقطه بهذا المكان، احطها بنص البار في مركز البار في منتصف البار. شوف وين خلينا النقطه، مو هنا او هنا، احط هنا بالوسط. بعدين الثانيه الفل ايش قد كانت النسبه التراكميه اللي هي 48 زائد 30 طلعت عندي 78. 78 من هنا وين مكانها؟ 78 هنا عندي 70 80 شويه اقل من ال 80. فاجي هنا اسقط، هنا راح يكون مكانها بالضبط هو في منتصف البار، في منتصف البار، واخلي النقطه مالتي. وهكذا ارسم النسبه التراكميه للثالثه الميكس كانت 90%، فهنا راح يكون باستخدام المسطره طبعا، هنا راح يكون عندنا اسقط الاعمده، فهنا راح تكون عندي النقطه اللي هي مقابل 90 وفي مركز البار اللي يعبر عن الميكس. والاخيره السيل اللي كانت تكرارها 6 وطلعت عندي النسبه التراكميه 100%، حتى لو ما احسبها دائما ننتهي بالمية حتى لو ما نحسبها. فالمية راح تكون هنا بهذا المكان، احط النقطه هنا ليش؟ لانه راح تكون فوق منتصف او مركز البار اللي يعبر عن السيل. هذه النقاط اللي حسبناها اربط بينها بخطوط مستقيمه وابدي من النقطه الصفريه، فهذا الخط المستقيم راح يعبر عن نسب المعيبات التراكميه اللي هي دا تزداد. راح الاحظ ان نسب المعيبات دا تزداد، تكراراتها دا يقل، بس النسبه التراكميه دا تزيد، وهذا راح يكون مؤشر سيء للعمليه، معناته العمليه دا تحتاج اعاده تصميم. وين يصير اعاده تصميم؟ في اي مرحله من هاي المراحل بالذات وين برايكم راح يكون اعاده تصميم؟ وين عندي دا يصير الرقم المحسوب هو رقم او نسبه كبيره اللي راح امشي بها على التكرار؟ اذا هذه راح تكون عندي النسبه اللي هي 48 اللي اجتني من حاصل قسمه 29 على 60. اذا عمليه الليبلات تتطلب اعاده تصميم، يجوز احتاج ابدل العامل اللي دا يلزق الليبلات على العبوه، يجوز طريقة لصق الليبلات ميكانيكية احتاج اضبط قراءات الماكينة او الجهاز او غيرها، يجوز الورق اللي نستخدمه احنا بالليبل غير جيد، او الصمغ اللي يستخدمه غير جيد. اذا راح نرجع نشوف وين السكوب اللي يحتاج انه نعيد تصميم العملية. راح يكون عندكم انتو هنا مثال ثاني، هذا المثال تقروه طبعا ما عليكم بارقام الاكزامبلز، هذا خاص بالمصدر اللي انا ماخذه من عنده، الريفرنس كتاب الاوبريشن مانجمنت اللي ماخذه من عنده. فالمثال الثاني شارح لكم البروبلم هنا اللي هو عباره عن شركه تصنع الفايبر بورد. هذه الشركه تريد تفحص
المعيبات اللي بالهيد لينر، فتريد تفحص معيباتها. ده تريد تعرف يا اسلوب تستخدم تشيك ليست لو باريتو تشارت لو كوز اند افكت دايجرام لو بار تشارت، فقررت تستخدم طريقة باريتو. فهذا عندكم هنا البروبلم اربع انواع من المعيبات، كل واحدة اعطيكم تكرارها. فنجي هنا اربعة نكتب التكرار رقما، مجموعة تكرارات 50، وتكملون حل السؤال والدزولية على الجوجل كلاس روم. الموضوع الآخر اللي راح ناخذه أخير واحد اللي هو أو الطريقة الأخرى اللي هي مخطط عظم السمكة فيش بون دايجرام. ليش سموه بهذا الاسم؟ لأن يشبه عظم السمكة، أو قسم يسموه كوز أند إفكت دايجرام، مخطط السبب والنتيجة. هذا شو راح يبين لي؟ إذا ظهر عندي فد معيب معين أجي أرجع إلى أسبابه ومسبباته الجذرية وأشوف ليش دا يظهر عندي هذا المعيب، شنو السبب. فالسبب هو قد يكون إلى علاقة بالبيرسونيل الأفراد، أو إلى علاقة بالمعدات الإكوبمنت، أو إلى علاقة بالإجراءات البروسيجرز، أو إلى علاقة بالماتيريالز المواد، أو أسباب أخرى الوذرز. حتى كلها بالنهاية أقدر أحدد هذا المعيب ليش يظهر عندي delayed flight departures، ليش يصير عندي تأخير بالمواعيد إطلاق الطائرات. هذا مثال خاص بالتشيكر بورد ايرلاينز، شركة خطوط جوية يصير عندها تأخير بانطلاق الطائرة، فتريد تشوف السبب وين. إذا السبب كان بالبيرسونيل فتجي تشوف سبب الأفراد، هل إنه مثلا الطاقم الطائرة دا يتأخر يلا يجي للطيارة، أقول الطاقم اللي راح يحمل البضائع يجوز تأخر، يجوز الطيارة جاية من رحلة ولازم يجي كادر ينظف الطيارة، هذول تأخروا بين ما جو ينظفوا الطيارة بين رحلة ورحلة، يجوز صار عندنا مثلا المسافرين هم نفسهم تأخروا على البروسيسنج أو على الجيت، تأخروا يا الله مثلا الجيت البوابة انفتحت متأخرة، أو كان أكون مسافرين متأخرين انتظروهم أو هيك شيء يعني. فقد يكون السبب هو الأفراد البيرسونيل، قد يكون السبب هو الإكويبمنت المعدات. فنشوف يجوز أكو عندنا مثلا عطل ميكانيكي أصاب الطائرة، أو يعني الجدول الطيران مثلا تأخر، أو الطيارة تأخرت يلا وصلت البوابة أصلا، يعني الطائرة تأخرت بالرحلة السابقة بين ما وصلت البوابة، أو راحت الطائرة نزلت مسافرين على بوابة أخرى وتجي على بوابة ثانية حتى تحمل رحلة ثانية غيرها. فقد يكون السبب هو في وصول الطائرة إلى البوابة، أو أعطال فنية أخرى لها علاقة بالإكويبمنت بالمعدات. الإجراءات يجوز إجراءات بالمطار نفسه رديئة، مثلا على سبيل المثال poor announcement of departures، كان الإعلان عن الرحلة يعني يصيحون مثلا المسافرين على الرحلة رقم كذا التوجه إلى البوابة كذا، يجوز هذا الإعلان شوية كان بور أو غير واضح، أو صار مثلا فد انتظار يعني مثل ما قلت لكم انتظار المسافرين متأخرين، أو التشيك إن بروسيجرز صار بها تأخير وهكذا. قد يكون السبب بالحدوث التأخير هو الماتيريالز، يجوز الباكيجز مع المسافرين تأخرت يلا وصلت للطائرة، يجوز الوقود تأخر يلا جابوا الوقود عبوا الطائرة بالوقود قبل الإقلاع وهكذا، يجوز خدمة الأكل الشركة المتفقين وياها حتى تزود يعني الرحلات الطيران بالوجبات الغذائية تأخرت وهكذا. أو ربما أكو أسباب أخرى لا هي بيرسونيل ولا هي إكوبمنت ولا هي بروسيجرز ولا هي ماتيريالز، نسميها أذرز، مثلا المناخ، مثلا المناخ صارت مشكلة بالجو يعني تسببت في تأخير إقلاع الطائرة، هذا نسميه فيشبون أناليسز أو فيشبون دايجرام أو مخطط السبب والنتيجة، أو قسم يسموه مخطط إيشيكاوا لأنه العالم الياباني اللي اخترعه اسمه إيشيكاوا. هذا نحلل من عنده أسباب المعيبات ونوصل للجذور. يعني مثلا هنا لما جينا قلنا التأخير ربما كان بال ليت كابين كرو، تأخير في طاقم الطائرة، نرجع مرت اللخ نرسم من عنده خطوط نشوف هذا الطاقم الطائرة ليش تأخروا وشنو أسبابهم، ليش تأخروا، واحد منهم تأخر
صار مثلا حادث بالطريق، صار تزاحم بداخل المطار بذاك اليوم، صارت حالة طوارئ مثلا وتأخر وهكذا، فنرجع نبقى نرجع 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 للأسباب لأن نوصل للسبب الرئيسي اللي بحدوث الأخطاء. وبالنهاية هذا راح يكون موضوع محاضرتكم، وأنتم طبعا عندكم حل المثال تدزوا لي على الجوجل كلاس روم رجاء حتى أقدر أحط لكم جريد على الصف الإلكتروني، وأحط لكم درجات بالإضافة إلى درجات الهومورك السابق. وتحياتي للجميع، ودمتم بسلامة وعافية.